مجلس الأهم وآخر الأنباء من قناة الغد المشرق. بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة عمان مستجدات الملف اليمني والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقت المحادثات إلى تطورات الشان اليمني وأمن المنطقة في ظل تزايد الأنشطة الإرهابية من جانب الميليشيات الحوثية. وأثنى العليمي على التسهيلات الأردنية للمقيمين والوافدين اليمنيين، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطور والنماء. دمرت القوات المشتركة أهدافا للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت تجمعات سكانية جنوب الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري بأنه تم رصد منصة إطلاق صاروخية للميليشيات الحوثية جنوب الجراح لحظة استهدافها قرية الدنين الآهلة بالسكان غرب حيص. وأوضح أن مدفعية القوات المشتركة دمرت منصة الإطلاق ومربض مدفعية بضربات مركزة. شدد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي على أهمية الانضباط والتقيد بالعمل الرسمي وعدم التهاون والتخاذل في أداء المهام الأمنية. وجاء ذلك خلال نزول ميداني مفاجئ لتفقد سير العمل في مبنى إدارة الأمن والشرطة بمديرية بروميفع غرب ساحل حضرموت، حيث طاف العميد المنهالي بأقسام مبنى الإدارة متعرفا على طبيعة سير العمل وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم. نهاية هذا الموجز، ألقاكم مجددا على رأس الساعات.